على شفا تصعيد خطر آخر. فأعمال العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بشكل عام ما زالت مستمرة. البارحة في غزة ضربت القوات الإسرائيلية مبنى في بيت لهيا، ما أدى إلى مقتل 90 فلسطيني على الأقل، بما في ذلك 25 طفل على الأقل بحسب الأرقام الأولية من وزارة الصحة في غزة. هذه الضربة حلقة أخرى في سلسلة دموية من حوادث الخسائر الجماعية في شمال غزة. نحن نشهد على كابوس إنساني مروع وعلى آفاق تتطور بسرعة تمنعنا عن تسوية مستدامة لهذا النزاع. الأسبوع الفائت كنت من جديد في قطاع غزة، وما شهدت عليه يتخطى الخيال. في الجزء الجنوبي للقطاع رأيت حجم الدمار الكبير الذي تسببت به هذه الحرب على السكان. شهدت على تدمير كبير للمباني السكنية والطرقات والمستشفيات والمدارس. رأيت الآلاف يعيشون في مخيمات لا مكان آخر يلجؤون إليه مع اقتراب فصل الشتاء. أضيف قائلا السيد الرئيس أنه في طريقي من المعبر إلى غزة وصولا إلى مجمع الصحة الياباني في خان يونس، تمكنت من عدي مبنيين فقط لم يتعرضا لدمار كامل أو جزئي. تحدثت إلى الزملاء في الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني الذين يواجهون تحديات متزايدة في جهودهم الحثيثة لتقديم مساعدة حيوية. لقد وصفوا الحالة الإنسانية البائسة في شمال غزة التي لم تتلقى أي مساعدة إنسانية منذ بداية أكتوبر. كما استمعت إلى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وكانت مطالبهم واضحة، يجب أن تنتهي هذه الحرب، يجب حماية المدنيين، ويجب أن يتمكنوا من الوصول إلى المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وحتى في وجه محاولة النجاة هم يعترفون بالحاجة إلى حل سياسي لإنهاء هذا النزاع ولإنهاء الاحتلال. في إسرائيل استمعت أيضا مرارا إلى صراخ الضحايا. السابع من هذا الشهر كانت الذكرى العام الواحد للهجوم المروع لحماس في إسرائيل الذي روع السكان، ويشهد على مرور عام من حجز الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة في ظروف لا يمكن تحملها، وحرموا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم ومصيرهم ما زال مجهولا. هذا الكابوس يجب أن ينتهي ويجب تحرير الرهائن. السيد الرئيس، نحن في المرحلة الأكثر خطورة في الشرق الأوسط منذ عقود. قدم لكم زميلي إحاطة البارحة حول التصعيد الخطر بين إيران وإسرائيل في هذا الشهر. في هذه الأثناء الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل تتسبب بخسائر مدنية وتشرد ونزوح كبير ودمار على جانبي الخط الأزرق. إن المجموعات المسلحة العاملة من اليمن والعراق وسوريا ما زالت تطلق الصواريخ والقذائف نحو إسرائيل، وإسرائيل تحدثت عن الضربات الجوية، عشرات الضربات الجوية في سوريا في الشهر الفائت. يجب أن يبذل كل منا كل جهد ممكن للتخفيف من التصعيد في المنطقة وإنشاء مسار نحو سلام واستقرار في المنطقة. نحتاج إلى وقف لإطلاق النار، نحتاج إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة الآن. أحث كل الأطراف على الانخراط بشكل بناء في جهود دبلوماسية ملحة لتخفيف من التصعيد في الوضع وتفادي حلقة مفرغة من الموت والدمار. منذ تقريبا 13 شهرا منذ الهجمات الوحشية التي قامت بها حماس ومجموعات مسلحة فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر 2023، أكثر من 42 ألف فلسطيني وأكثر من 1600 إسرائيلي ومواطنين أجانب قتلوا، و101 من الرهائن ما زالوا محتجزين في غزة. عشرات الآلاف من الأشخاص تعرضوا لجروح وأغلبهم من الفلسطينيين، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال.
الطاقم الطبي الفلسطيني والصحفيين وأكثر من 230 من الموظفين في الأمم المتحدة تعرضوا للقتل. العمليات العسكرية الإسرائيلية وعمل القتال مع حماس ومجموعات مسلحة فلسطينية أخرى ما زالت مستمرة عبر القطاع، وأوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية تغطي قرابة 80% من القطاع وما يقارب مليوني شخص مشردين. في الأسابيع الأخيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية تكثفت في شمال القطاع وقتلت الكثير من الفلسطينيين، كما أن الأعمال العسكرية تسببت بإغلاق الخدمات الأساسية بما في ذلك منابع المياه والمرافق الطبية، وأدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. من جديد وبأشد التعابير أدين المقتل الواسع النطاق وجرح المدنيين في غزة والنزوح اللامتناهي للسكان في غزة وسوء معاملة المحتجزين بشكل صادم، كما أدين استمرار احتجاز الرهائن في غزة وإطلاق الصواريخ نحو مراكز السكنية الإسرائيلية، وهذه استمرت خلال هذا الشهر. السيد الرئيس، نحتاج إلى نقلة أساسية لتحسين العمليات الإنسانية في غزة. من الضروري إنشاء بيئة مواتية آمنة وتلبية المتطلبات العملياتية بما في ذلك التمويل، وضمان أن السلطات الإسرائيلية تيسر الوصول لإتاحة المجال أمام حركة الغذاء ومواد الملجأ لفصل الشتاء والأدوية والفيول أو الوقود، والقدرة على إصلاح البنية التحتية المنقضة للأرواح الأساسية بلا عراقيل.